بعد طول انتظار وللمرة الأولى فرصة قدمتها وزارة التربية لكوادرها تقديرا لجهودهم وتعبهم على مدار السنوات الماضية، حيث أجرت الوزارة الامتحان الكتابي المؤتمت لمسابقة تثبيت الوكلاء لانتقاء 15,000 معلم ومعلمة من الفئة الثانية وممن مارسوا مهنة التعليم بالوكالة لمدة لا تقل عن 500 يوم في مدارس الحلقة الأولى من مرحلة التعليم الأساسي لدى مديريات التربية كافة. يتم توزيعها مناصفة بين ذوي الشهداء والمصابين بحالة العجز التام وباقي المتقدمين، وذلك لكل محافظة على حدة وعلى مستوى المنطقة التعليمية أو المجمع التربوي. يعني تأتي هذه الخطوة من قبل وزارة التربية بناء على توجهات الحكومة في الجمهورية العربية السورية لتعديل أوضاع الزملاء والزميلات المدرسين والمدرسات الوكلاء يلي عددهم لا بأس فيه على مستوى الدولة، خصوصا أنه في قسم كبير لا بأس به مضى عليه أكثر ما يقارب 20 عام تقريبا في خدمة التعليم وهو بصفة وكيل. نحن مصرين على تعديل أوضاع هؤلاء الزملاء والزميلات. عندما يتم تعديل أوضاعهم يصبحون في حالة استقرار بشكل أكبر، وعندما يستقرون أعتقد جازما أنه سينعكس على استقرار العملية التربوية والتعليمية بشكل واسع. تأتي هذه العملية وكلنا يعلم مدى صعوبة الظروف التي تمر بها التي يمر بها وطننا الحبيب، لكن نحن لدينا قناعة وإيمان مطلق أن التعليم هو من أولويات الحكومة في الجمهورية العربية السورية لما له من منعكسات على تحسين الواقع التعليمي، على تحسين الثقافة لدى الأجيال الصاعدة. لذلك أعتقد أننا في هذه الخطوة وإن كانت ستكلف أعباء مالية كبيرة، لكن أنا أؤكد أنه مهما كانت هذه الأعباء المالية الكبيرة منعكسها على العملية التربوية والتعليمية أكبر بكثير من ذلك. ونحن عند يعني حالما ننتهي من هذه الخطوة سنتجه مباشرة إلى المسابقة الثانية لطلاب أو لخريجي الجامعيين الفئة الأولى، أيضا 15,000 العدد المطلوب، وهذا الموضوع سيساهم بشكل أكبر على استقرار العملية التربوية والتعليمية بشكل أوسع وبشكل أكبر. قدمت وزارة التربية كل التسهيلات لإجراء الامتحان من خلال الأجواء المريحة للمتقدمين ووضوح الأسئلة التي شملت معلومات عامة ومتنوعة. نحن في محافظة دمشق تقدم لهذه المسابقة 1360 متسابق سيخضعون لهذا الاختبار، ونتائج هذا الاختبار سيكون لها دور كبير في تثبيتهم. نتمنى للجميع التفوق والنجاح في هذه المسابقة وأن يكونوا زملاء في أقرب وقت إن شاء الله. والله جايين فحص للوكلاء، تثبيت وكلاء، وهي فرصة كنا ناطرينها من زمان يعني، والحمد لله هلا يعني في بوادر أمل إنه إن شاء الله في تثبيت للوكلاء. نتأمل الكل إن شاء الله الكل بيتثبتوا مني وبلكل وكل شيء موجودين هون. 10 سنين خدمة يعني أنا عمري بنعطى، أكيد فحصنا ما رح يكون صعب. وضمن إطار العمل الدؤوب لوزارة التربية، كانت الوزارة قد أعلنت من جانب آخر في 26 من تشرين الثاني الماضي عن مسابقة لحملة الشهادات الجامعية لتعيين 10,000 مدرس ومدرسة للعمل لديها في الإدارة المركزية والجهات التابعة والمرتبطة بها ومديريات التربية بالمحافظات على مستوى مدارس المناطق التعليمية أو المجمعات التربوية. Thank you.
توقيع مذكرة تفاهم بين وزير التربية عماد العزب ووزير التربية والتعليم الإيراني محسن حاجي ميرزائي. وزير التربية يترأس اجتماع مجلس إدارة مركز القياس والتقويم في دمشق. وزارة التربية تصدر تعليمات التسجيل لامتحان ما يعادل الثانوية العامة والمواد المتممة للثانوية والتحضيرية. أهلا بكم في برنامج التربوية في أسبوع. زيارة لوزير التربية والتعليم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى دمشق يومي الأربعاء والخميس أثمرت عن توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التربية في الجمهورية العربية السورية، بالإضافة إلى لقائه عدد من المسؤولين بحث معهم سبل التعاون المشترك. كاميرا التربوية رافقت الزيارة وأعدت لنا هذه التغطية. بعد جلسات مباحثات موسعة عقدت بين وزير التربية عماد موفق العزب ووزير التربية والتعليم الإيراني محسن حاجي ميرزائي، تم توقيع مذكرة تفاهم في مجال التعاون العلمي والتعليمي من خلال تبادل الخبرات والزيارات بين البلدين. وبموجب مذكرة التفاهم يسعى الطرفان لتوسيع العلاقات التعليمية القائمة بين سوريا وإيران في إطار الأحكام والقوانين الموجودة بين البلدين في بناء السياسات التربوية والتخطيط الاستراتيجي وبناء القدرات وتدريب الخبراء. ويعمل الطرفان بموجب المذكرة على تعميق التعاون بين المنظمة الطلابية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية واتحاد شبيبة الثورة في الجمهورية العربية السورية. تم توقيع هذه الاتفاقية وتم التوافق على كافة البنود المتعلقة بهذه الاتفاقية، قسم كبير منها له علاقة في عملية تأهيل وتطوير قدرات المدرسين وتبادل الخبرات، وقسم آخر له علاقة في ترميم المساهمة في ترميم المدارس، وقسم آخر له علاقة بالسياسة التربوية والتعليمية بشكل عام. بسم الله الرحمن الرحيم. همكاري بين كشفرها، التعاون بين البلدان هو أمر محبوب ومطلوب، لا سيما إذا كان هذا التعاون يتمحور حول التعاون الثنائي في المجالات الثقافية والتعليمية. هناك أرضيات مؤاتية جدا لتطوير أوجه التعاون بين البلدين. في هذه الزيارة للجمهورية العربية السورية صديقة وشقيقة تحدثنا حول سبل تمتين أواصر العلاقات في المجالات العلمية والثقافية والتعليمية، وفي مجالات تأليف المناهج المدرسية وإعداد المعلمين وتبادل الأساتذة وتبادل الخبرات والتجارب في مجال إعادة الإعمار وتحديث المدارس، وأيضا تقديم الخدمات الفنية والهندسية الخاصة بتحديث وإعادة إعمار المدارس. وبعد توقيع الاتفاقية زار وزير التربية والتعليم الإيراني المتحف المدرسي واطلع على أعمال الطلاب الفنية المعروضة مشيدا بهم ومثنيا على جهودهم. التقى حمودة صباغ رئيس مجلس الشعب وزير التربية والتعليم الإيراني محسن حاجي ميرزائي وبحث معه سبل التعاون المشترك بين سوريا وإيران. رئيس مجلس الشعب أوضح أهمية تعزيز التعاون مع الدول الصديقة في مجال تبادل الخبرات والمعارف، مؤكدا أن الدولة السورية أولت اهتماما خاصا بتوفير متطلبات التنمية البشرية والتصدي لمفرزات الحرب الإرهابية التي حاولت تشويه القيم الأخلاقية والثقافية للشباب السوري. وخلال لقائه مع ميرزائي بيّن رئيس مجلس الوزراء المهندس عماد خميس أن الحكومة السورية حرصت على إعادة تأهيل المدارس في المناطق المحررة من الإرهاب وتطوير منظومة البحث العلمي وتوفير متطلبات التعليم المهني بمختلف فروعه، موضحا أهمية إقامة النشاطات المشتركة مع الدول الحليفة التي من شأنها تعزيز ثقافة مكافحة الإرهاب لدى الأجيال القادمة. بدوره أشاد ميرزائي بصمود المؤسسات التعليمية في سوريا رغم اعتداءات التنظيمات الإرهابية المسلحة عليها
وإصرارها على محاربة الإرهاب بنشر المعرفة والعلوم بين الأجيال. ضمن إطار تعزيز التعاون بين سوريا وإيران وتطوير الجوانب التربوية، التقى وزير التربية عماد موفق العزب وزير التربية والتعليم في الجمهورية الإسلامية الإيرانية محسن حاجي ميرزائي، وعقد جلسة مباحثات موسعة تناولت العلاقات السورية الإيرانية وسبل تطويرها والارتقاء بها، وبشكل خاص في المجال التربوي، للاستفادة من التجربة الإيرانية في التربية والتعليم في سوريا. بسبب القواسم المشتركة التي تربط البلدين وأيضا العلاقات الثقافية المترسخة بين البلدين، تبلورت هذه الزيارة وتباحثنا مع معالي السيد الوزير في مختلف المجالات الخاصة بالتربية والتعليم والعلوم والثقافة. في هذا اللقاء تحدثنا حول سبل تطوير التربية والتعليم والنظام التعليمي، كيف يمكن تطويره وتعزيزه، وأيضا الإمكانيات المتاحة لدى الجمهورية الإسلامية الإيرانية في تأليف وطباعة الكتب الخاصة بإعداد المعلمين وإعادة إعمار المدارس وترميمها، وأيضا في المجالات الخاصة بالدراسة الدراسات الخاصة بفروع المهنية والصناعية. تبادلنا الرؤى بخصوص ضرورة أن تكون هناك تبادل الزيارات بين الطلاب والتلامذة والخبراء والمعلمين من كل بلد إلى البلد الآخر، وعسى أن نتمكن من التفاهم بخصوص كل هذه الزيارات بإذن الله تعالى. كما ذكر معالي السيد الوزير، هناك سيتم الاتفاق على محاور عدة، منها في له علاقة بترميم المدارس، ومنه له علاقة في طباعة الكتب وفي ضبط العملية الامتحانية وفي تطوير ودعم التعليم المهني والتقني. عدة محاور تم الاتفاق عليها، سيقوم المختصين والخبراء في تنظيمها ضمن مذكرة التفاهم التي سيتم التوقيع عليها غدا إن شاء الله. وتم الاتفاق مع معالي السيد وزير التربية والتعليم أن تنقلب هذه مذكرة التفاهم هذه إلى أمور تنفيذية فور التوقيع عليها، من خلال تبادل الخبرات، إن كان من خلال توجه وفود من الجمهورية العربية السورية لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتنفيذ بنود هذه الاتفاقية، أو من خلال زيارة وفود من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الجمهورية العربية السورية أيضا للتباحث في كل ما له علاقة في موضوع التربية والتعليم. وعلى هامش الاجتماع افتتح وزير التربية ونظيره الإيراني ورشة عمل حول بناء منهاج ستيم لمراحل التعليم الأساسي والثانوية العامة، بهدف التعريف بأسس هذا المنهاج الذي يربط بين مختلف العلوم ضمن الإطار التطبيقي، إضافة إلى وضع تصور عن كيفية بناء معاييره للقيام بتأليف الكتب وفقها. ترأس وزير التربية يوم الخميس الماضي اجتماع مجلس إدارة مركز القياس والتقويم في وزارة التربية لعرض خطة عمل المركز خلال عام 2020. تفاصيل أكثر في تقريرنا الآتي. لأن عملية القياس والتقويم حجر الأساس في العملية التعليمية لما تقدمه نتائجها من أهمية بالنسبة للمعلم والطالب، ترأس وزير التربية عماد موفق العزب اجتماع مجلس إدارة مركز القياس والتقويم تمت خلاله مناقشة ما أنجز خلال عام 2019 وعرض أهداف وخطة المركز لعام 2020. وزير التربية أكد ضرورة توسيع عمل المركز من خلال وجود فريق عمل متخصص في مراكز ومديريات ومؤسسات وزارة التربية، مشددا أن دور مركز القياس والتقويم مفصلي ومحوري في حياة الطالب والمدرس والكتاب، من خلال العمل على قياس وتقويم المدرس للوصول إلى طالب متمكن في حياته العملية. وأشار وزير التربية إلى ضرورة التنسيق بين مركز القياس والتقويم والمركز الوطني لتطوير المناهج لتقويم المنهاج من حيث المستوى والمحتوى والوزن لتفادي وجود الثغرات.
وتهدف خطة مركز القياس والتقويم في وزارة التربية لعام 2020 إلى تطوير آلية التقويم للصفوف الانتقالية وتطوير مضمون النماذج الامتحانية وتقويم قدرات وإمكانات المتعلمين، إضافة إلى تطوير نظام تقويم عناصر العملية التربوية وفق معايير جودة. أصدرت وزارة التربية التعليمات المتضمنة شروط تحويل المعلمين والمدرسين إلى أعمال إدارية مناسبة لحالاتهم الصحية المعتمدة في هذا المجال، على أن يكون قد مضى على تعيينهم أكثر من 10 سنوات خدمة فعلية في العملية التدريسية، ما عدا الأورام الخبيثة المثبتة بالخزعة والإصابات الحربية الواضحة والشديدة والمشوهة، مع إرفاق الثبوتيات والوثائق الأصلية للحالة المرضية والمصدقة أصولا، ويتم التكليف بعمل إداري بكتاب صادر عن مديرية الصحة المدرسية بشرط توافر الشاغر والعمل في إحدى مدارس المحافظة حصرا. ونبقى مع أخبار وزارة التربية، حيث أصدرت الوزارة الأسبوع الماضي تعليمات التسجيل لامتحان ما يعادل الثانوية العامة والمواد المتممة للثانوية والتحضيرية وشهادة التعليم الأساسي والتعليم المهني وكالة الغوث والثانوية المهنية بفروعها صناعية، تجارية، نسوية، زراعية، بيطرية دورة شباط 2020. هذا ويبدأ التسجيل اعتبارا من يوم الأحد في الثاني من شباط القادم، ويستمر حتى يوم الخميس في 20 من الشهر ذاته في وزارة التربية مديرية الامتحانات. وننتقل لجولة كاميرا التربوية خلال تغطيتها لفعاليات ونشاطات مديريات التربية في المحافظات، والبداية من اللاذقية. وتحت عنوان سوريا حكاية شمس لا تنطفئ، افتتح أكثر من 150 طفلا وطفلة من منظمة طلائع البعث حفل أطلاق كورال وأوكسترا حلم لطلائع البعث على مسرح دار الأسد للثقافة بالمحافظة. التفاصيل في التقرير الآتي. يعقد فرع طلائع البعث في اللاذقية مجلسه السنوي بعنوان بالتعاون والعمل نحقق الأمل في دار الأسد للثقافة والفنون. مداخلات عديدة من رؤساء الوحدات المدرسية وبعض الرفاق الطلائعيين لتحسين الواقع للطفل الطليعي. في هذا العام النشاطات التي قدمها فرع اللاذقية تم عرضها أمام الحضور، والحضور المتميز سواء كان من الرفاق الطلائعيين أو كان الرفاق المشرفين، والمداخلات التي قدمت خلال هذا المؤتمر حقيقة تميزت بأن هناك فهم عميق لعمل منظمة طلائع البعث والتوأمة ما بين عمل العقائدي في منظمة طلائع البعث والعمل التربوي. المجالس السنوية هي محطات تقويمية وتقييمية، نقيم فيها الأداء والعمل على مدار عام مضى، وإذا كان هناك من خطأ أو تقصير نقومه ونركز على الإيجابيات. نقوم اليوم أيضا بتنفيذ فعالية جميلة لهذا اليوم مؤلفة من 150 طفل طليعي من روادنا ومن الموهوبين بكافة الاختصاصات المسرحية والفنية والموسيقية والكورال وأيضا الفقرات الفنية. رواد طلائع البعث يقدمون العديد من الأغاني ويصلون إلى قلوب الحضور من خلال كورال أوركسترا حلم سوريا حكاية شمس لا تنطفئ. كان فكرة تجميع الرفاق الرواد من الطلائعيين والموهوبين ومن في داخله هذا الحلم الذي نسعى إليه، لذلك أطلقنا عليه اسم أوركسترا حلم. هو ملحمة كاملة من العمل مدة 45 دقيقة. كانت فكرة الكورال تنطلق من أنه نجمع كل الأطفال الموهوبين من غناء وعزف واللي شاطرين حتى بالدبكة، الفقرات الفنية طبعاً، أنه ندخلهم بعمل ضخم يضم كل أنواع، يعني كل شرائح الأطفال اللي هن مثلاً تابعين لمنظمة طلائع البعث. قدرنا على المدارس كلياتها بمحافظة اللاذقية، انتقينا الأطفال بعناية بحيث أنه نحاول أنه ما نظلم حدا طبعاً. جاي أسف قانون، ونحن جايين لحتى نكتسب من بعض خبراتنا ونجتمع كلنا نحن الرواد ونكتسب خبرات من بعض ونستفاد من هالمجمع. اليوم رح يصير ملتقى كتير حلو بين أطفال سوريا اللي هن رح يكونوا مشاركين بالرواد،
المسابقة الرواد اللي صارت قبل، واليوم نحن جايين لحتى نحكي حكاية عن سوريا كيف كانت قبل وكيف صارت بعد، ونحن نبنا إياها لتتعمر من جديد وتصير أحلى وأحسن. اليوم بدنا نغني للجيش والوطن. نحن بهالكورال عم نتشارك كتير مشاعر يعني حلوة بين بعض، عم نحس حالنا مثل الإخوات، يعني عم نتدرب مع بعض، عم نشتغل مع بعض، عم نعطي نصائح لبعض، إذا حدا أخطأ من بيناتنا صحح له، أو إذا حدا كان كتير كويس إنه نمدحه إنه نشجعه شوي. أنا جاي لأعزف الأورج على الأورج، ويعني كلنا إنه نجتمع مع بعض نتعاون مع بعض لنقدم أحلى ما عنا. يبقى الطفل هو الرسالة التي يحملها العاملون في منظمة طلائع البعث، التي تثبت قدرتها على الديمومة والاستمرار في صقل شخصية الطفل الطليعي. لأخبار التربوية السورية، بتشيحة اللاذقية. من اللاذقية إلى حلب، أقام مكتب الفرعي لنقابة المعلمين دورة أعداد النقابي لرؤساء وأعضاء الشعب النقابية، تضمنت شرح لواقع الصناديق النقابية وبعض الأمور التنظيمية. مراسلتنا في حلب حضرت الدورة وعادت بالتقرير الآتي. أقام المكتب الفرعي لنقابة المعلمين بحلب دورة إعداد نقابي لرؤساء وأعضاء مكاتب الشعب النقابية في قاعة الاجتماعات بصالة الأسد الرياضية. ضمن خطط المكتب الفرعي نقابة المعلمين في حلب، تم إقامة دورة أعداد لرؤساء وأعضاء مكاتب الشعب النقابية ورؤساء الوحدات النقابية. حقيقة تم التطرق إلى الصناديق والخدمات التي تقوم نقابة المعلمين فرع حلب بتقديمها لزملاء المعلمين، شرح واقع الصناديق، الاستماع إلى بعض الأسئلة، بعض المشاكل التي تواجه زملاء المعلمين، وتم حل بعض المشاكل والوعود بحل أخرى. وهناك أمور بخصوص المشاريع التي سيقوم فرع حلب بافتتاحها من أجل زملاء المعلمين. تضمنت الدورة محاضرتين، الأولى عن قانون النقابة والنظام الداخلي، والثانية عن الصناديق النقابية، كما تضمنت لقاء مع شركة التأمين سمبا، واختتمت الدورة بلقاء سياسي مع رئيسة مكتب التربية والطلائع بفرع حلب لحزب البعث العربي الاشتراكي. تنفيذا لخطة المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين، تم عقد دورة إعداد نقابي في محافظة حلب، وتأتي هذه الدورة تأكيدا للوعي أو نشر الوعي التنظيمي وتعميق هذا الوعي لدى زملائنا المعلمين، ومن أجل خلق شخصية قيادية للسادة الزملاء، لنقل بعض المعلومات التي وردت في هذه الدورة لباقي زملائنا في الوحدات النقابية. الغاية من الدورة والتي تقام كل عام للكوادر النقابية هي التعريف بقانون النقابة ونظامها الداخلي وما للمعلم من حقوق وواجبات، إضافة للنقاشات والمقترحات التي تسعى للارتقاء بالواقع النقابي. ضياء قدور، الفضائية التربوية السورية، حلب. كرمت مديرية التربية في حماة الإدارة مدرسة مخلص جمال الدين لتميزها في الحفاظ على أثاث المدرسة وتنفيذ المبادرات التطوعية وأظهار المنظر الجمالي للمدرسة لكونها منبعا للعلم والنور. التفاصيل في هذا التقرير. بهدف التشجيع على المبادرات التي ترفع من سوية المنتج التربوي والتي يحصد نتاجها التلاميذ في المدارس، كرمت مديرية التربية في حما إدارة مدرسة مخلص جمال الدين لتميزها في الحفاظ على أثاث المدرسة وتنفيذ المبادرات التطوعية وإظهار المنظر الجمالي للمدرسة كونها منبع للعلم والنور.
كما تم تكريم أمينة السر تقديرا لجهودها في تنظيم السجلات ومتابعة أمور التلاميذ وتنفيذا لمقترحات الوفد الوزاري الذي زار المدرسة مؤخرا. نحن بدورنا في مديرية التربية نبحث دائما عن القوامات التربوية القيادية والجيدة لتكريمها، ومنها لحث البعض الإدارات الأخرى أيضا على حذو هذه الإدارات. طبعا هذه الإدارة من الإدارات المتميزة في مدينة حماة وفي محافظة حماة بشكل عام. طبعا في كل زيارة إلى هذه المدرسة شيئا جديدا، نجد الجمالية، نجد المتابعة، نجد متابعة الخطط الدرسية، نجد متابعة المعلمين. كل الشكر والاحترام والود سيادة مدير التربية الأستاذ يحيى المنجد على هاللفتة الجميلة يلي أكرمني فيها بفضل جهودنا وعطائنا، وأنا أتمنى من جميع المدراء وجميع المدارس أن يحذوا حذونا إن شاء الله وتعالى. شعور كتير يعني مفهم بالغبطة والسعادة، وأنا بتشكر مدير التربية طبعا ولمواجهة التربوية مدير التربية السيد يحيى المنجد والأنسي بنان سوادي ومواجهتنا التربوية على تقدير لعملنا، وبطبيعة الحال أجمل ما يكون أنه تكون هواية الإنسان مهنته. كذلك كرمت المواجهة التربوية المشرفة على المدرسة تقديرا لمتابعتها والإشراف على مدارس المنطقة. هي خطوة جيدة في تكريم المميزين في الإدارات لتحفيز الآخرين على المسير في هذا الطريق خدمة للعملية التربوية. وليد سلطان، الفضائية التربوية السورية، حما. وختام جولة كاميرا التربوية في حلب، وبمناسبة الذكرى الثالثة لانتصار حلب، الفوج الكشفي الثالث يقيم حفلا تضمن أغاني وطنية وبعض المقطوعات الموسيقية قدمتها الفرقة النحاسية. فريق التربوية في حلب حضر وعاد بالتقرير الآتي. احتفالا بذكرى انتصار حلب وبداية العام الجديد، أفوز كشاف سوريا الفوج الثالث مفوضية حلب حفلا فنيا مميزا لأعضائه بحضور أمين فرع الشبيبة رئيس اللجنة المركزية لكشاف حلب. طبعا بالبداية نترحم على أرواح شهدائنا الأبرار اللي قدموا طبعا أرواحهم في سبيل أنه نعيش بكرامة. طبعا هون شفنا كيف هالفقرات هاي اللي عم يقدمها كشاف الفوج الثالث واللي بتعبر عن كل الشيء اللي طبعا اكتسبوه من خبرات خلال طبعا تواجدهم بالفوج، بدءا من العزف بالفرقة النحاسية بالإضافة للفقرات الثانية ليثبتوا بشكل دائم انه هن موجودين طبعا، وانه حلب ولادة وحلب تنبض بالحياة طبعا كما كل محافظات الوطن. نتوجه بالتحية طبعا لجيشنا العربي الباسل اللي عم بيسطر أروع البطولات على أرض الوطن، والتحية الأكبر لقائدنا السيد الرمز الرئيس بشار الأسد. بدأ الاحتفال بالوقوف دقيقة إعزاز وإجلال لأرواح الشهداء، وبعدها عزفت الفرقة النحاسية النشيد الوطني للجمهورية العربية السورية، وبعدها قدمت بعض الفقرات الفنية إضافة لمجموعة من المسابقات. نحن كالعادة كل سنة بنسوي احتفال بنهاية عام واستقبال عام، ولكن هالمرة احتفالنا راح يكون بمناسبة أكبر، هو عبارة عن انتصار تحرير حلب الثالث، وإن شاء الله بيكون الوطن كله محرر من رجس الإرهابيين نخلص منهم. الحفلة هي عبارة عن حفلة بسيطة لأطفال الفوج الثالث، عبارة عن بعض الألعاب وبعض الفقرات، وراح تكون حفلة حلوة وظريفة. القصد منها هو إدخال الفرح والسعادة لقلوب أطفالنا. أنشطة وفعاليات مميزة يقدمها الفوج الكشفي الثالث بحلب لأعضائه تتنوع بين التخييم والمسابقات الرياضية، إضافة إلى الحفلات الفنية على مدار العام. ضياء قدور، الفضائية التربوية السورية، حلب. كان هذا كل ما لدينا من التربوية في أسبوع. للمزيد من الفعاليات وأخبارنا التربوية نلتقي معكم مشاهدين في الأسبوع القادم بحلقة جديدة. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.